كل ما بحاول اعمل تخطي لمباراة الجزائر والكاميرون بلاقي لسه ناس موجودة هناك، لسه في ناس قاعدة هناك ما مشيوش. للأسف الناس دي كل ما بتيجي تقول لهم يلا يا جماعة نقوم من هناك، الماتش انتهى والدنيا انتهت تماما، ومبارك للمنتخب الكاميروني وهارد لك وتتعوض ان شاء الله في الجاية والمستقبل فيه خير، يقول لك لا احنا هنفضل ورا حقنا وهنفضل ورا بكاري جسامة. يا عمي انا متفق معاك مليار المية ان الهدف الاول عن طريق شوبو واتنج كانت فاول واثرت جدا في نتيجه المباراه، ومتفق معاك جدا انك ليك ضربه جزاء او ليك ضربتين جزاء، واحده لبلايلي وواحده تانية لاسلام سليماني زي ما الحكم بتاع قناه الجزائريه الارضيه 3 ما قال، انا متفق معاك جدا فيهم، بس انت كمان لازم تتفق معايا او لازم نتفق كلنا مع بعض ان لقطه اسلام سليماني لمسه يد، لازم تتفق معايا على الحته دي، او لو ما اتفقتش معايا ما تقوليش ان الكوره ما جاتش في ايد اسلام سليماني، لان احنا كده بنستعمى نفسنا. انا عارف ان احنا ما بنحبش نصدق الحقيقه وما بنحبش نصدق ان احنا مش هنعرف نجيب حقنا، لان للاسف الشديد قلتها لك من اول يوم على القناه دي، لو ما عندكش دليل دامغ ضد بكاري جسامه انه تلقى رشوه، كل الهري اللي بيتقال ده ولا ليه اي 60 طلب. ما تقوليش المظاهرات عند الفيفا هتجيب اي حاجه، ما تقوليش ان انت بتحاول تعمل شوشره على المباراه ان الموضوع هيتعاد تاني، عندك ادله دامغه على بكاري جسامة ولا ما عندكش؟ زي الاتحاد المصري كده، الاتحاد المصري ما كانش عنده اي ادله ضد مصطفى غربال او ضد المنتخب السنغالي، فالموضوع اتقفل تماما بالنسبه لنا كمصريين، وكل حاجه حصلت لنا قلنا عادي وعدت. انت عزيزي عارف ان حصل ظلم في الملعب، بس ما تقوليش ان ده لقطه اسلام سليماني هدف، علشان انا اللقطه دي قعدت اتفرج عليها كذا مره على القناه بتاع الجزائريه الثالثه اللي في ناس بتشتكي منها ان ازاي طلعت قلت ان الكره لمست يد، ناس بتاع العصور الوسطى اللي هو ما ينفعش تطلع تقول ان الكره لمست يد، حتى لو لمست يد ما تطلعش تقول ان الكره لمست يد، لان الناس عايزه تعيش الوهم ان هي الهدف بتاع اسلام سليماني شرعي، خلاص خليهم عايشين في الوهم بتاع اسلام سليماني شرعي، انما ليه تعيد لهم اللقطه والكادر اللي بيقول ان الهدف لمست يد؟ ما تسيبهم يتكلموا على الهدف الشرعي، وسيبهم يتكلموا على مؤامرات، وسيبهم يتكلموا على زين الدين زيدان، وسيبهم يتاخروا يتكلموا على انفانتين، وسيبهم يتكلموا على كل الكلام ده، وهم كلهم عارفين ان هم بيبيعوا وهم للناس في ازايز. عامل زي الراجل اللي كل شويه يقول لك انا متاكد ان الماتش مش هيتعاد، بس متاكد ان احنا لو عملنا كذا الماتش هيتعاد، ومع ذلك الناس بتصدق. بص عزيزي انا الموضوع ده زهقت منه وزهقت جدا من الكلام عليه، لان انا عايز اوصل رساله للناس ان الموضوع انتهى تماما، الموضوع انتهى، قدامك المستقبل تشتغل عليه. انما هتقعد تركز في الماضي، هتقعد تركز في اللي حصل ماتش الكاميرون، هتفضل قاعد هناك وهتفضل عايش في جو المظلوميه ده فتره طويله، لان للاسف الشديد الكلام ده عندنا هنا في مصر لسه في جيل من المشجعين حاسين بنفس المظلوميه، والجيل ده هيفضل موجود معانا في الكوره المصريه، والجيل ده من اكتر الاجيال اللي احنا مخنوقين من الكلام معاهم في الكوره، لان كل ما نكلمهم على اي حاجه يقول لك مؤامره كونيه ضد الزمالك، مؤامره كونيه ضد الزمالك، فانت للاسف الشديد موجود في نفس الحته دي، مؤامره كونيه ضد الجزائر لعدم صعودها لكاس العالم، مؤامره كونيه ضد الجزائر لعدم تواجدها في كاس العالم، الموضوع كله موضوع اجتهاد شخصي، الحكم غلط في المباراه اللي كان للاسف الشديد منتخب الجزائر خصم فيها، لا اكتر ولا اقل، انت هتقعد تدور على اي مبررات ثانيه علشان تحس ان في مؤامره كونيه، صدقني مش هتغلب، هتلاقي 100,000 سبب، هتلاقي 100,000 دعوه للحاجات اللي انت بتدعو ليها دي، بس كل الكلام ده في الاخر في شنك، لان احنا خرجنا كمنتخب مصر وكمنتخب الجزائر من كاس العالم. عايز تتقبل تقبل، مش عايز تتقبل امسح القنوات اللي هتذيع ماتش المنتخب، اللي هتذيع ماتشات كاس العالم بس، وقتها يمكن ترتاح، بس برضه مش هينفع حقيقه انك لازم ترجع تشتغل من اول وجديد، ولازم ترجع تحاول تقف على رجليك، غير كده انت بتضحك على نفسك وبتضيع وقت. عارف ان الفيديو مش هيعجبك، بس انا ما بعملكش فيديو عشان يعجبك، انا بعمل فيديو عشان اقول اللي انا عايز اقوله فيه. عجبك خير وبركه، ما عجبكش براحتك. قلت لي اخطونه هحطها في ام شريط المنتدى علشان خاطر اي حد يقول اخطونه التعليق ده ما يظهرليش.